أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره حذفا لقتال أو متحيزا مولانا الحجازي يا إذا لقيتم ال دور المهدي ولا قبل القتال الله اي قتال لا يعني مو اثناء ظهور المهدي المنتظر لا ما يدخل الان المهدي الغزوات الايه في السنه الثانيه يعني قصدي ينزل الدجال وكذا كذا في غزوه بدر اذا لقيتم الذين كفروا زحفا زين اذا ظهر المهدي اللي الله اللي يصير ضده شنو وضعه حد يصير ضد المهدي ايه يبقى كافر مش الله لان معناه انه حيبقى مع الدجال يعني سبحان الله شوف الجماعه الايرانيين الناصريين مش راضيين يدخلوا اي معركه لو انهزموا فيها التيار الشيعي